مشكله التحكيم ان انا لو حطيت في حساباتي ان انا مش عايز اغلط حضرتك، لو انا بقى داخل المباراه بلعب كل لعبه مش عايز اغلط هغلط، لكن لو اديت الاداء العادي بتاعي كحكم واتحركت عادي بالتحرك العادي بتاعي في الملعب والقرار اللي انا بشوفه بحسبه اكيد مش هيبقى فيه اخطاء. وبعدين بيساعدك كمان تمام، كان زمان كنت حضرتك بتتمنى، كنا كلنا بنتمنى ان واحد يقول لك ايه يا كابتن ده ديت فاول بس انت كنت مش شايفها. ده النهارده الراجل المفروض ده اللي قاعد على البار بيقول لك ده مع كل لعبه. النهارده طارق مجدي ساعات ما بيقولش، هو ليه بقى ما بيقولش يا كابتن ضياء؟ ليه ما بيقولش؟ ليه؟ انا مش عايز اخد وقت من استاذ ناصر، انا عايز اتكلم شويه. ده هو استاذ ناصر الاسبوع اللي فات في كل الملفات بتاعته قوم الدنيا على التحكيم من غلطات الكوارث. احنا مش مهمين كان عن في كوارث. وفي حاجه يا كابتن ضياء، لجنة الحكام لما ابتدت تدي الرخص للحكام كان عايزين عدد محدود ياخد الرخصة، فبدأوا بالحكام الصغيرين. على الصوت شوية بس كان الناس بتقول الصوت منخفض شوية. الحكام الصغيرين على الصوت يا حسام. الحكام الصغيرين ولا الحكام الخبرات يا كابتن ضياء؟ لو انت عندك عدد محدود تبدأ بيهم. لا الصغيرين ولا الخبرات؟ اخد الخبرات اللي هينجح لي التقنية وهينجح لي المسابقة. بالظبط. النهارده لما يجي، انا قلت امبارح اما جينا استعرضنا اسامي الحكام قلت طارق مجدي راجل خبراته الفنية كويسة، واعتقد ان هو حكم لك وانت مدير فني كتير. يعني فنيا في الملعب كويس. بيغلط بيغلط. لا اي حد بيغلط، اي حد بيغلط. لكن انت عارف لما يبقى حكم فنياته كويسة وقاعد بيتفرج على الكورة هيدي لك اداء مثالي على التقنية بتاعت الفار، وهي ديت اللي كانت القصة كلها. جهاد جريشة مش كلها. والله يا كابتن ضيق في جزء خاص بالتصوير ده اساسي، ده احنا اتكلمنا فيه كتير. التصوير السيء اللي هو ما بيجيبش زوايا الكوره اللي عليها جدل. عندنا كاميرات اقل. عندنا كاميرات اقل. ما عندناش كاميرات ورا المرمى بشكل كويس. ما انا اقول الكاميرات ما بتوزعش. ده جزء احنا بنعتمد بس على الكاميرا اللي هي ورا المساعد في الكور اللي هي جوه ال 18، رغم ان احنا المفروض ان الكور داخل منطقه الجزاء يبقى فيها كاميرات اكتر من اي مكان تاني في الملعب. مظبوط. وبعدين ده بقى اللي حضرتك اللي احنا طبعا اسال سؤال قبل ما اروح للتشكيل. هل يجوز، ده سؤال محترم جدا، يقول لك هل يجوز لحكم الفار انه يكون معاه تليفونه الشخصي في غرفه الفار؟ لا ده كان موجود، حصلت مع سؤال كام والله. حصلت مع هم اكتشفوا ايه؟ اكتشفوا ايه؟ بيبعتوا واتساب لبعض على اللعبه، واحد بيتفرج في نت هو اللي قاعد فبيقول له دي ايه؟ طب انت رايك ايه؟ ما دي كارثه. احنا كانت البدايه بتاعت الكوميونيكيشن ديت مع الكابتن الراحل الله يرحمه الكابتن محمد حسام الدين، كانت اول البدايات خالص بالسماعات العاديه. انا بتكلم ده قاعد على الفار يعني ده يبعت الحكم تاني يقول له طبعا لا ايه رايك في اللعبه دي؟ طب باين عندك ايه؟ ما هي باينه عندك انت. هيبقى انا خبرتي كده كويسه وقويه ليه؟ لان اغلب مش كلهم، حوالي 9 أو 10 من اللي خدوا تقنيه الفار كلهم شباب صغير حاجه 20 سنه 21 سنه 22 سنه بيطلعوا يكتبوا على الفيسبوك فطبيعي يقولوا رايهم على الفيسبوك. ده انا بقوله لو هو لو كانت الناس ديت اللي عندها الخبرات الصوره مش مظبوطه يا استاذ حسام، يعني اللي عندهم خبرات دولت كتير ممكن اعدهم لك بالاسامي في الدوري المصري كتير. عندي هنا مظبوط، عندنا ناس عندها خبرات كتير قاعدين في البيت ما بيلعبوش، يعني في ناس ناقص له سنه وسنتين. انت عارف النهارده الاتحاد الاماراتي النهارده اعلن في المسابقه الدوليه اللي جايه عنده كام حكم دولي؟ الامارات 24. انت مش لاقي 15 ولا 12؟ لا ده انت رايح كاس العالم 24 بالنسائيه. ده كاس العالم واحد بس. كاس العالم طيب عامه رايح واحد بس.